المسلم قد يظن أنه ما دام مسلما ويصلي ويصوم أنه لن يبتلى، قد يظن ذلك وقد يقدم على المعصية، يقدم على المعصية يذن بالله مستهينا، يقول أنا ما دمت أصلي البلاء مكشوف عني، وينسى أن من هو خير منه الصحابة لما هادوا عن أمر رسول الله يوم أحد تسببوا لأنفسهم في القتل والجرح، وتسببوا لرسولهم في أن شجت رأسه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، أسنانه كسرت وسال الدم عن وجه على وجهه صلى الله عليه وسلم، تسببوا هم الذين تسببوا في ذلك، وينسون أن أبانا الكريم وأمنا الكريم آدم وحواء عليهما السلام طرد من الجنة بعد أن كان فيها إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، مكسو وطعامك متوفر الحمد لله، لا جوع ولا عري ولا عطش ولا شمس حارة، فما هي إلا المعصية أول ما يصنع به يتعرى من كل ثياب، ينزع عنه اللباس ويصبح عريانا عليه سلام الله، وزوجاته تصبح عريانة، فالمعصية سببت حتى كشف العورة فضيحة، ولكن يأتي يقصف من ورق الجنة يداري السوء، يغطيها يضم الورق إلى بعض يستر قبله ويستر دبره ويستر وهي تستر، طفق يقصفان عليهما من ورق الجنة بسبب ذنب. فلا تظن أنك ما دمت صالحا أنك لن تعذب على ذنوبك، بل قد تبتلى لإرجائك إلى الله سبحانه وتعالى. وينسى أيضا أن يونس عليه السلام نبي، وقد قال تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أننا لن نضيق عليه ما دام هو نبي، ظن أنه إذا خرج بدون إذن منا له بالخروج أننا لن نضيق عليه، فخرج بغير إذن من الله، فالتقمه الحوت ومليم في قصة لا تخفى عليكم. فلا تظن أنك ما دمت مسلما أنك لن تعاقب، نعم قد يرحمك الله ويعافيك، نسأل الله لنا ولكم العافية، ولكن قد تعاقب أيضا، فلازم النظر في